ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده اكلتنا في 10 دقايق، هنعملها في 10 دقايق. هنعمل مع بعض شعريه محمره بصدور الفراخ، معانا ايه؟ بصل جوانح وفلفل الوان احمر واخضر واصفر، وده ربع كيلو شعريه، وده ربع كيلو صدور فراخ. ده متبلاها كده بقالي ساعه، ما يعني ما صورتهاش معاكم، بس انا هقولكوا تبلتها ازاي. حطيت نص معلقه بابريكا صغيره، بابريكا، وربع قرفه، وربع جنزبيل، وربع فلفل اسود، ونص معلقه ملح، ومعلقه خل، ومعلقه ليمون، وتبلتهم مع بعض كده بالمنظر ده. شايفين قطعتها كده زي الشاورما كده، لان الواحد ما بيحبش يضيع وقت من وقت حضراتكم، فالواحد ايه بيقول لكم على الطريق على طول، هكتبها لكم في صندوق الوصف. على النار بقى سخنة، هنزل الأول بالزيت، معلقة زيت على مكعب زبدة، لازم معلقة الزبدة يا حبيبتي في الأول عشان الزبدة متتحرقش معانا. أول حاجة نحمر الشعرية، ده ربع كيلو شعرية، بتلون ايه؟ تاخد لون كده معايا، حطينا ربع كيلو شعريه مع مكعب زبده ومعلقه زيت، نزلنا بالزيت الاول وبعدين مكعب الزبده وبعدين الشعريه. ميه سخنه او شوربه سخنه عندك، كله شغال كده. دي معلقة ملح صغيرة، اوطي عليها واسيبها تستوي. نبتدي بقى نعمل الشاورما مع بعض، معلقة زيت صغيرة، مكعب زبدة، اهم حاجة بقى قبل ما تنزلي بالفراخ ان يكون طاسة سخنة جدا والزبدة كمان سخنة. هنزل بصدور الفراخ، اول ما تنزل مش هقلبها دلوقتي،
شايفين كده حبايبي، هنزل بالبصل للجوانح هنزل بالفلفل الألوان شايفين سهلة ازاي؟ ما خدتش مننا 10 دقايق وروعة وريحتها روعة، تنفع معاكي في العشاء في الغدا. نغرف بقى على الشعرية وصفة في منتهى الجمال. الشاورما يا حبايبي حتى الصوص اللي نازل منها هنحطه برضو على الشعرية. الوصفة ايه يا جماعة؟ اهي حلوة قوي قوي، جربوها هتعجبكم.